كيفية التخلص من الاكتئاب خطوات فعالة لاستعادة السعادة والصحة النفسية. الاكتئاب هو حالة نفسية تؤثر في ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. وفيما يلي بعض النصائح للمساعدة في التخلص من الاكتئاب واستعادة السعادة والصحة النفسية. البحث عن مساعدة محترفة، من الضروري مراجعة أخصائي نفسي مختص في الاكتئاب. سيساعدك المحترف على تقدير مدى الاكتئاب وتحديد أفضل طريقة علاجية مناسبة لك، سواء كان ذلك عبر العلاج النفسي أو الأدوية أو توصيات أخرى. الحفاظ على نمط حياة صحي، النوم الجيد والتغذية الصحية وممارسة الرياضة بانتظام تلعب دوراً في التخلص من الاكتئاب. هذه العوامل تساهم في تحسين التوازن الكيميائي للدماغ وزيادة الشعور بالرفاهية. التفكير الإيجابي، حاول تغيير نمط التفكير السلبي إلى إيجابي، واتجه نحو الأمور التي تسعدك، وحقق أهدافاً صغيرة يمكن أن تكون مصدر إشداع وفخر. الممارسة اليومية للعلاقات الاجتماعية، الاكتئاب يمكن أن يجعلك انعزالياً، لذا حافظ على التواصل مع الأصدقاء والعائلة. يمكن أن يكون الدعم الاجتماعي قوة دافعة هامة للشفاء. تعلم تقنيات التحكم في الضغط النفسي، استخدم تقنيات التنفس العميق والتأمل للتحكم في مستويات الضغط والقلق. هذه التقنيات يمكن أن تساعد على الاسترخاء والهدوء النفسي. الالتزام بالعلاج، إذا كان العلاج النفسي أو الدوائي جزءاً من خطة علاجك، فالتزم به بانتظام واتبع توصيات الطبيب. الاكتئاب ليس شيئاً يمكن التغلب عليه في ليلة وضحاها، ولكن مع الصمود والدعم اللازم، يمكنك استعادة السيطرة على حياتك والعيش بسعادة وصحة نفسية أفضل. لا تتردد في طلب المساعدة والدعم من الأصدقاء والعائلة أيضاً. ولا تنسى أننا هنا من أجلك.